بسم الله الرحمن الرحيم. في 8 يونيو تكون قد مرت 8 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام السلطة في البلاد. 8 سنوات عبرنا من خلالها وبها أزمات متعددة ومشاكل رهيبة، واجهنا تحديات وما زلنا نواجه. نجحنا وحققنا مشروعات كبرى وأخفقنا في بعض الأمور، هذا أمر طبيعي، لكن الدولة أصبحت الآن تملك قرارها السياسي والاقتصادي، أصبحت لديها قدرة على حماية الأمن والاستقرار بعد أن نجحنا في بناء المؤسسات الهامة التي نالها الدمار والخراب على مدى سنوات طوال. خسرنا في هذه السنوات وتحديدا من بعد 25 يناير كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يوازي 400 مليار دولار دفعها هذا الشعب من دمه بعد تراجع الأداء الاقتصادي والانهيارات التي حدثت والمؤسسات التي خربت، وقس على ذلك كثيرا. حلقات متعددة سنتحدث فيها عن ما كان بالأمس وتطلعاتنا نحو المستقبل. سنتحدث معكم بكل صراحة وبكل وضوح عن واقع عشناه وواقع نأمله خلال السنوات القادمة بإذن الله.